التورك بير فيز بتناسب مع اي اي. ايش بتذكرين ايش اي اي كانت؟ اي اي اذا بتتذكروا هون لما كان عندي هون الفيلد، هاي فيلد هون هاي مقاومه متغيره، بعدين عندي هون هاي فيلد سيركت وحطيت هون في فيلد. ايش اتكون عندي بكل واحد من الفيزز؟ اي 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 اللي هي الانديوست فولتج الجنريتد فولتج، اذا كان هذا جنريتر هاي كان هاي تكررت الدائره ثلاث مرات للفيزز الثلاثه. هون ايش عندي؟ في فور على اكس اس، اكس اس اللي هي فكانه احنا اهملنا ار اي، فالكرنت كانه في فاي على اكس اس عم بعطيه كرنت، فكاني بضرب كرنت في فولتج مضبوط. هاي عفوا باور، لما بضرب كرنت في فولتج شو بعطيني؟ باور. عندي هون بعدين عندي هون ساين، شايفين الدلتا اللي هون. بس هاي بير فيز، للثري فيز شو بتصير؟ جذر الثلاثة هذا شو؟ ليش كنا نستعمل جذر الثلاثة؟ لأني كنت أحول من في فيز للاين فيز لفي فيز، بس احنا هون ثلاثة لأنه كل فيز بعطيني هاي الباور، بضرب بثلاثة بعطيني الثلاثة اللي موجودين هون. إذا هاي وهاي ايش أعلى قيمة؟ إمتى هاي بي رح تكون أعلى باور بعطيني إياها؟ زاوية 90، تكون الزاوية 90 لما تكون زاوية 90 بعطيني أعلى باور ممكنة. يعني إذا كان عندي هلا لو زاد اللود على المحرك حتى آخذ منه باور أكثر، ما بقدر أنا أزيد الإكسايتيشن، الإكسايتيشن كونستنت لأنه هذا الكرنت أنا مثبته كونستنت، إذا هذا ثبتت الكرنت كونستنت مش هاي رح تصير كونستنت؟ وفي فاي عندي كونستنت لسببين، في فاي كونستنت إذا كان هذا محرك مثلا، ليش رح تكون في فاي كونستنت؟ لأنه ماتور، لأنه هذا من وين جاي؟ من الشركة مظبوط؟ هذا جاي من الشركة من هون، والثلاثة كونستنت واكس اس كونستنت، فالطريقة الوحيدة حتى اغير الباور شو بعمل؟ بغير معي الزاوية من هون دلتا، فبتغير عندي الباور اللي موجود. هلا ايش العلاقة بين الباور والتورك والسبيد؟ الباور بتساوي تورك في السبيد، بس ايش السبيد في الاندكشن ماشين في الاندكشن موتور؟ ايش هي سينك ولا اي سينك بستعمل؟ هل في اي سينك في السينكرونس ماشين؟ لا ما فيش، اذا هذا دائما السينك. طيب وهذا راح اسميه تورك انديوس. اذا تورك انديوس شو بيساوي؟ باور على ميجا سنت. اذا ايش بيساوي من هناك؟ بيساوي 3 اي 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 دي فاي ساين دلتا على اكس اس على اوميجا سنت. اوكي تنقل الاوميجا سنت من ضرب 4 هيدي نقلتها نزلتها تحت. مش سوره التور بيساوي تي على اوميجا سين، بس بي شو بيساوي؟ هيو هناك فقسمته صار على اوميجا سين اكس. في شيء اسمه اوميجا اي سين مظبوط؟ بالسينكرونس ماشين ما في شيء سينكرونس سبيد، لازم دائما تكون السينكرونس سبيد وهي دائما ثابته.